السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة إن شاء الله هنعمل جدارية منفذة بطريقة الحفر على الخشب. ده كده التصميم اللي هنعمله النهاردة. طبعا لو مش بتعرف ترسم هتلاقي ان انت عليه الكتير من التصميمات المختلفة اللي ممكن تلاقي منها المناسب ليك. أول حاجة بنعملها بنكبر الرسمة باستخدام جهاز البروجيكتور. لو حابب تعرف أكتر عن الجهاز هيظهر دلوقتي بطاقة على الشمال تقدر تضغط عليها وتتعرف على الجهاز ومواصفاته. انا هنا قصيت الورد اهوت تمام على ورق عشان اقدر ارسمه، وقصيت الاوراق واللي هو الورد الصغير ده. طيب فاضل بعد كده السيقان، هنشوف مع بعض هنعملها ازاي. خلينا الاول بقى نقص الورق ده على خشب ام دي اف، يفضل يكون 18 المتوفر عندي 12، فعشان كده هحط طبقتين وهزود على الاجزاء اللي هيتم نحتها وتكون بارزه. هبدأ بعد كده أقصهم باستخدام منشار الأرض. هنا حطينا طبقتين من الخشب وحطينا بينهم غرة، برضو بتلاقي فيه بعض الأجزاء بتعمل سوستة زي دي كده. نجيب الفتيلة نركبها بالمنظر ده، ونجيب القطعة دي فتيلة مساعدة نبدأ نحطها كده تمام، ونبدأ نضغط بيها. هنبدأ بقى ننحت ونقسم الوردة. أنا عملت الدقماء ده، وده مص للصوت، ده الدقماء القديم كان بيعمل طبعا إزعاج جامد، فتعالوا بقى نشتغل بده. لو حابب تعرف طريقة تنفيذه هيظهر دلوقتي فيديو طريقة تنفيذ الدقماء ده. احنا دلوقتي بنعمل عملية الحفر على خشب الـ MDF باستخدام ادوات الحفر والازميل والدفر. ولو حابب تتعرف على موضوع الحفر على الخشب بشكل مفصل وبشكل واضح جدا هتلاقي في قائمة كاملة على القناة اسمها الحفر على الخشب. ادخل على القناة قوائم التشغيل وابحث عن الحفر على الخشب، هتلاقي في اكتر من فيديو بيشرح الطريقة ديت وطريقة استخدام المعدات وكمان منين تقدر تشتريها. احنا بعد ما عملنا النحت على الوردة بنبدأ نقلبها ونعمل حاجة بنسميها الاندر كات او النحت الخلفي، بحيث تظهر الوردة ان هي مجسمة ولما تتركب على الخشب تكون بارزة واكثر اقناعا. يعني
احنا هنا محطنا الورده اهيت زي ما احنا شايفين تمام. وبعدين بنيجي بقى من الخلف بنعمل حاجه اسمها النحت الخلفي او بيسموه اندر كات، يعني انت بتيجي من تحت كده وتحاول تجسمها عشان لما تنحط على الخشب تبان ان هي مجسمه. هتبان اكتر هنا في الورق، لو شايفين الورق كده هتلاحظ ان في هنا خط متعرج انا واكله من فوق ونحته من تحت وهكذا تمام بالمنظر ده. الخطوه اللي بعد كده ان احنا نبدا نصنفرها صنفره كويسه جدا تمام لحد ما تبقى ناعمه، تستخدم صنفره 80 وبعدين تتدرج لحد ما توصل مثلا لحوالي 200 ولا حاجه بحيث تبقى ناعمه معاك كويس جدا. اي تضليعه فيها هنبدا نمعجنها، المعجون هيتركب من سبيداج وزنك وغيرها. بعد كده تبدا تدهن بطانه وتدهن وجه واثنين دهان، سواء كان دهان دوكو او دهان لاكيه. استخدم اي كارت بلاستيك قديم عندك، بطاقه، اي حاجه قديمه تستخدمها في المعجون لان هي بتكون جيده جدا في المنحنيات وبتخش معاك في المنحنيات وتعرف تشتغل بيها كويس جدا افضل من السكينه المعدن. احنا عملنا الشغل بتاعنا وبطلناه، لسه ما خدش الوش الاخير. قبل ما ياخد الوش الاخير هبدا اعمل الفروع باستخدام الخراطيم ديت. هستخدم سيليكون مونتاج بعد ما دهنا بنلاحظ ان في خشونه هنا في الاماكن اللي حطينا فيه سيليكون مونتاج، فهنبدا نعمل معجون من الغيره والسبيداج والزنك زي ما احنا شايفين كده. وبعدين لازم بقى بصباعك تبدا تغطي الاجزاء دي كده وبتمعجنها بالمنظر ده كده، وبعدين بعد الجفاف بنبدا نصنفرها فنلاقيها غطت كل الاجزاء اللي هي خشنه او اللي هي عامله نتوءات. انا دلوقتي بدهن لوح الخشب اللي هيركب عليه الورد والاغصان، بدهنه بالسيلر عشان يكون بنفس درجة الخشب بحيث ان الدرجة دي هي اللي هتخدم التصميم.
ده كده الشكل النهائي بتاع الجدريه. الملاحظه الوحيده ان البيبات او الخراطيم دي لما بتنتني الدهان بيتقشر من عليها، فالافضل ان احنا مستقبلا نستخدم الحبال، هيكون افضل بكتير جدا من استخدام البيبات دي. تمام، ولكن لما بتثبت بالمنظر ده وتبدا تدهنها خلاص ما بتقشرش، بتكون ثابته كويس جدا. بكده الفيديو بتاعنا يكون انتهى. هسيب لك ان شاء الله في شريط الوصف مجموعه او قائمه كامله عن بعض الديكورات، يا ريت تتفرج عليها، ودعواتكم لنا بالتوفيق، واللهم جزيل خيرا في الدنيا والاخره، والسلام عليكم ورحمه الله.